الحقيقة انه يعني زي ما قلت في البداية، نعزي كل الشعب الكويتي والأسرة الحاكمة في الكويت. أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، اللي كان تولى السلطة أميرا للكويت في سبتمبر 2020 بعد 14 سنة وليا للعهد منذ 2006. المجلس الوزراء نادى بشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد أميرا للبلاد، والجنازة ستقام بمراسم ضيقة فقط على الأسرة والعائلة الحاكمة. الحقيقة أنه شيخ نواف كان رجلا يعرف بالحكمة وبالتواضع، كتير كانوا يحكوا عنه في الكويت أنه يعني تجده في هذا المسجد أو ذاك، تجده يصلي هنا أو هناك بكل التواضع وسط الناس. رجل حكيم أيضا، يعني ساهم في إعادة المياه إلى مجاريها بعدما كانت هناك مقاطعة لقطر من الرباعية العربية. كان هناك دور كبير لدولة الكويت التي لم تقاطع حينها دولة قطر، وقدرت أنها تتدخل وأنها تحاول رأب الصدع العربي، وكان للأمير نواف دور في ذلك. النهاردة بيان لرئاسة الجمهورية نعى فيه الرئيس السيسي والشعب المصري الزعيم الفقيد الرجل العظيم الذي كان داعما لأمته العربية والإسلامية حريصا على شؤونها، حكيما في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية. عدد كبير من الزعماء العرب نعوا طبعا شيخ نواف الله يرحمه، وطبعا جامعة الدول العربية. نشوف هذه اللقطات عندما بكاه رئيس الوزراء الكويتي وهو يعلن وفاة أمير البلاد. بقلوب خاشعة مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، وبقلوب يعتصرها الألم، ينعي مجلس الوزراء والدنا الغالي وقائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة من العطاء والإخلاص والوفاء لوطنه الغالي وشعبه الكريم.